ما أوسع الألم في هذه المدينة، وكم هو باهظ الثمن الذي يدفعه أبناؤها ليبقوا أحراراً ولتبقى دولتهم جمهورية. انتصار واحدة من سكان المدينة أورثتها الحرب تركة ثقيلة جداً لا تقوى عليها، زوجاً مقعداً ومسؤولية عائلية عن 4 بنات وولدين، وفي العائلة بنتان تعانيان من الصمم. انتهى الحال بهذه العائلة إلى هذا الدكان الضيق تتدبر فيه كل تفاصيل حياتها مع شيء يسير من قوتها اليومي الشحيح والنادر الذي تحوزه انتصار من العمل في ماكينة الخياطة. الدكان هذا ندار أنا صاحب البيت منه، يعني مسلم شيء إيجار عشان البنات يتعلمين يدرسين، هن يحبين العلم مشان يدرسين. احنا قلنا من القرية لنا 8 سنين هنا، كنا مستأجرين يوم الدنيا سابر، خلاص كناش نروح بلادنا ما قدرناش. البنات العقب ما فيش لهن مدارس بالقرى، عشان كذا تحملنا كل حاجة علشان يدرسين يتعلمين. توقفت كبرى بناتها عن العمل، والتحقت هي وابنتها الصغيرة بأمها ليعيش الجميع في شظف من العيش وفي بيئة سكن تفتقد إلى الحد الأدنى من متطلبات الحياة التي تليق بالبشر. هذه الفتاة تشعر بالحزن كلما مرت بجوار مدرستها التي دمرتها الحرب، حيث كانت تتلقى تعليما خاصا بالصم من أمثالها، وبسببه دخلت مرحلة من المعاناة النفسية كما تنقل عنها والدتها. يعني هي في حالة نفسية إيش تدرس قلع ولو تحت الشجرة، بس المدرسة حقا لما تشوفه خلاص يفلتنا الدموع حقا يوم تشوف أنه مهدام. الضوء في هذا المكان عملة نادرة، وحلم هؤلاء الفتيات لا يتجاوز حد الرغبة في الحصول على لوح شمسي يبدد هذه العتمة التي تغلب على مأواهن القسري هذا. الآن بناتي يعني يتمنين أنه يحصلن على ضوء، على يعني تلفزيون، على طاقة شمسية، على يعني أكان يلفتوا، وربي يكثر رزقهم إن شاء الله ويحفظهم ويندي لهم من فضله. تمضي الأيام على هذه العائلة أثقل من الحديد، رغم الأمل الذي يشع من عيني انتصار التي تفيض بدمع محبوس قدر القهر وقدر الألم.